السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنعمل الأول الشربات. عندنا 4 كوبايات مقادير كوباية دي بتاعت الشاي اللي هو كيلو سكر حطيناهم. هنحط بالمقدار ده 2 كوباية مية عليهم ومعلقتين عسل جلوكوز. ادي 2 كوباية مية وهنحط المعلقه بتاعت الجلوكوز ونحط نرفعها على النار ونجيب معانا ايه تغلي مثلا 3 4 دقايق ويبقى معانا ايه ليمونه نص ليمونه نعصرها عليه. يلا استنوا رفعناها على النار اهوت وادي ايه معلقه عسل الجلوكوز تدوب معانا بس. دي طعم الفانيليا. يلا استنى بعد ما غلي معانا 2 دقيقة معانا عصر ليمون نص ليمون اهي نحطها ايه تغلي معانا 1 دقيقة بالظبط. وكيس الفانيليا معانا اهو هنحط بعد ما عمل معانا 1 دقيقة نحط كيس الفانيليا ونقفل عليه على طول ونسيبه يبرد معانا خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهارده هتبقى سنيك كنافة بالكريم شانتيه والكراميل. أول حاجة جبنا 1/2 كيلو كنافة قطعناها فرافيل صغيرة زي ما انتم شايفين اهيت. ماشي كده صغيرة زي ما انتم شايفين اهيت. وهنجيب شوية سكر بودرة نقل معلقتين 2 اهمت وعليها كده اهو ونقلبها مع بعض. نجيب السكر مع بعض كده. نجيب الزبدة بتاعتنا ندهن أرضية الصينية بتاعتنا بالزبدة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم ندهن الأرضية كلها زي ما انتم شايفين. الزبدة أوصلنا صح؟ حسب المتاح يعني. بس ما يحطوش زيت صافي، المفروض يدمجوا عليه حاجة تانية، يعني لا سمنة مع زيت فرضا اللي عايز يحط زيت يعني. كنافة أحلى حاجة بالزبدة لو فيها زبدة بلدي أو زبدة كده. السمنة تبرر هتشتغل وهتبقى حلوة، بس أنت بتاكل في البيت بتعملها للبيت. الدنيا بقت غالية. يلا نحط الكنافة بتاعتنا من بسم الله الرحمن الرحيم نوزعها كده أهو. هنا بقى لازم تجبسيها على قد ما تقدري، يعني جبسيها حلو قوي. ودي الزبدة بتاعتنا اهيت، نحط الزبدة بقى بعد ما حطينا لنا الزبدة بتاعتنا اهيت هندخلها الفرن زي ما احنا قلنا لكم قبل كده. بنولع الفرن قبلها ب5 6 دقايق ونحطها في الرف التحتاني على درجة حرارة 180. يلا استنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نعمل الكراميل عندنا هنا 150 جرام من السكر. لازم تحطيه الأفضل يعني من أفضل حاجة يعني تحطيه في إناء من الألمونيوم، حلة تكون غويطة عشان خاطر الطرطشة بتاعته ما تحرقكيش. فاحنا هنسيبه كده على النار لحد أما يبدأ يسيح. وهنكون مجهزين معانا 1 كوباية من الحليب 300 مللي وحاطين عليها معلقة من النشا. أول طبعا من اللي هي ده بقى نهدي بان خالص ونبدأ إن احنا نحرك فيها كده عشان ما تتحرقش مننا. طبعا نفضل نقلب كده لحد اما السكر ده كله يدوب، ولازم السكر بتاعك كله يدوب. ما تستعجليش بقى، فهو هنا لسه محتاج مننا في حبيبات سكر لسه ما دابتش، فما تستعجليش عشان الحاجة تطلع معاكي مظبوطة وكويسة. شايفين؟
مبقاش عندي اي حبيبات سكر موجودة. في الحالة دي بقى هبدأ ان انا احط معلقتين كبار من الزبدة، طبعا انتي مهدية النار. وهبدأ ان انا اضيف شوية بطاطس، تحسي طبعا ان ده جسم كفتها كده معاكي، هتفضلي تقلبي لحد ما تدوب، لان الحاجات دي هتفك معاكي، يعني هتفك بالحراره زي الحاجات دي كده. نفضل بقى نقلب كده. البطولات اللي عندي كلها دابت، نبدا ان انا اعلي النار. شايفين هو ده اللي احنا عايزينه زي ما انتوا شايفين، الصوص الكراميل. خدت صينية الكنافة اللي احنا هنعملها بكريم شانتيه وكراميل، طلعت اهي من الفرن زي ما انتوا شايفينها. نسيت الشربات بتاعنا، الشربات بتاعنا بارد وهي طالعة لسه من الفرن. استناها بقى ما تبرد ونبقى نجهز لها كريم شانتيه والكراميل بتاعنا. ادي الكنافة بتاعتنا اللي قلنا هنعملها بكريم شانتيه وكراميل. نحط الكريم شانتيه بتاعنا اللي احنا عملناها، عملناها بكريم شانتيه، نحط الكراميل بتاعنا. شايفين كريم الكراميل اللي بعد ما حطيناه، هنزينه برضو ايه شويه كريم شانتيه كده خطوط ونعملها معاكم بالخل.